اهلا بيكم جميعا. دلوقتي we are reaching the last part of our course. This is the last part of our course. فهنعمل recapitulation بتاع كل حاجة ونلمها على بعضها وبعدين هنبقى نشوف الحاجات التانية ومنها هنطلع على الـ على النيو بوريكو الماسترز اشتغلوا ازاي وبعدين نعمل assignment. والجماعة الكونتينجنت البريطاني اللي كان وراكم راح فين؟ زملائنا مش هنا يعني الكونتينجنت بتاع ادنبرا وساسكس والحتت دي. هو في حد بره ولا مفيش حد بره؟ شوف كده والنبي لو في حد بره قول له. هو ده جد قوي مش عارف. بودي لانجويج، البودي لانجويج سبيكس. طيب نبتدي anyway. دلوقتي ده ايه ده يا محمد؟ هتعمل كومنتري؟ هتعمل كومنتري قبل حتى ما اتكلم؟ احنا الحقيقه عملنا ميجر ايفورت. ده الاوتلاين اللي احنا مشينا عليه وهنمشي عليه دلوقتي تاني في الريكابيتوليشن لان وصلنا دلوقتي للسند اوف قبل ما اديكم الاساينمنتس بتاعتكم. فذات از ذا ريكابيتوليشن واحنا ذا لاست، ذيس از ذا لاست ليكتشر اوف ذيس كورس. فنبتدي الاول في الريكابيتوليشن، هنمشي كده خطوه خطوه نذكر نفسنا باللي احنا عملناه. أول حاجة أنا قلت لكم إن الكورس ده is about how to think. How to think مالوش علاقة بـ how to learn. اتكلمنا على definitions of social science. اتكلمنا لا محسن روح قول له يبطل الكلام ده يا جدع. إنه الـ social science is the field of study concerned with society and human behavior. Very broad definition involves many things. وبعدين دخلنا على أول محاضرة اللي هو Science Method and Measurement. أول حاجة قلناها إن how we go about the scientific method, observation, hypothesis, prediction, experiment, results. If they do, the hypothesis is supported. If they don't, we recycle, نعمل new hypothesis, new prediction, new experiment, and so on. The key to that is the word interpretation. واحد بيستعمل مخ ويشوف ليه حاجات بتحصل. In order to be able to reformulate the hypothesis, you need to be able to interpret the results that you got. شفنا بعد كده انه in fact measurement is important. Variability of social policies can make a huge impact. زي ما شفنا في question of variation بالنسبة لل economic growth والبوفرتي، انما في بلاد بتبقى بنفس القدر من الجروث بتاخد a lot more poverty reduction عشان they have better policies. طب عشان نعمل جرافس ونعمل measurements قلنا هنبص على انواع الميجرمنت. قلنا في four kinds of measurement. في nominal اللي هو categories فقط، ordinal اقدر اقول this manager is better than that manager بس I can't really say by how much more. Interval I can say 20 degrees and 40 degrees but I can't really, I don't have an agreed zero. والratio scales هي اللي فيها agreed zeros. وبعدين اتكلمنا على الconcept of what is average. وقلنا في فرق بين المين والميديان والمود. فاكرين الجرافس دي اللي وريتها لكم؟ انهم they tend to be the same within a bell-shaped distribution only if it is symmetrical. وقتها لو it is symmetrical هيكون المين والميديان والمود are the same thing. المود is always at the hump, at the highest point. المود most frequently reported. المين والميديان can vary لو الكيرف ما هيش symmetrical. بعدين قلنا طب نجرب نبني an index. An index should be the easiest thing لانه it's a ratio of two numbers usually normalized. حاجه مقسومه على حاجه واضربها في 100.
That's how usually an index is. بس هي الحاجة أو الحاجة دي بقى بتفرق كتير. وإذا قلنا إن الكومبوزيت ميجرز دي بنستعملها طول الوقت البرايس إندكس والإنفليشن ريت والبوفرتي إندكس والحاجات دي كلها وإنه لازم يبقى روبست وديسكريمينيتنج وإفيشنت وإفكتيف. روبست يعني لما أغير رقم واحد ما تغيرش الدنيا كلها. ديسكريمينيتنج يعني مش كل الحالات مكببة على بعضها في حتة واحدة بحيث إن ما أقدرش أفصل ما بينهم. efficient يعني نقدر انفذه بسهوله نسبيه مش عايز اقعد اعمل بقى دراسات سنين عقبال ما اطلع الاندكس بتاعي و at the same time effective ان هو فعلا بيقيس اللي احنا عايزينه يتقاس مش حاجه ثانيه. وبعدين شفنا انه it is very difficult ان الواحد يبني composite indexes وزي ما شفنا مثلا الكيس بتاع accountants و machinists it really does not make sense ان الواحد يجمع السكورز بتاعتهم لان بفقد معلومات كثيره مش بكسب معلومه ولا بكسب كومبيرابيلتي لان انا اساسا مش محتاج الكومبيرابيلتي ما بين السكيل سيت دي والسكيل سيت دي. فدونت جو توورز كوانتيفيكيشن ان خلاص انا بشتغل بطريقه علميه وعندي كل ستاف كوانتيفايد وبتاع لا I may be actually losing a lot of information not gaining it. وبعدين رحنا للاي كيو وقلنا الاي كيو ده contrary to الميستيك اللي اتعمل حواليه is basically nothing more or originally was nothing more than dividing the mental age على البيولوجيكال ايج. بيولوجيكال ايج اللي هو مقصود به what the average child in that age group should be scoring which should really be no more than this kid is tall for his age or this kid is short for his age. انما it doesn't look like that. بينيه كان عامل كده ستانفورد بينيه طبقوها انما كل العلماء النهارده بدون استثناء disagree with this approach وكلهم بيقولوا in fact ان احنا we have to recognize many many skills وskill sets attributes او intelligences زي ما الناس سمتها تسميات مختلفه. دول التسعه كانوا بتوع هوارد جاردنر بس في تانيين غيرهم كتير. وان الهيستوري للاسف is full of misreading index ده. كان في حركة اسمها اليوجينكس حركة عنصرية كانت بتقول الناس اللي عندها لو اي كيو دول بيزيكلي كانوا بيعملوا لهم ستيريلايزيشن عشان ما يقدروش يخلفوا عشان دول حاجات زي مرضى في المجتمع مش عايزينهم انهم يتكاثروا بعد كده. و نيو افورتس تو ريليتد تو ريس اتكلمنا على الكتاب بتاع البيل كيرف بتاع هيرنشتاين وماري ان امريكا بالذات كانت مهتمه بقضيه البلاكس والوايتس والكومباريزن اللي عملها وقال ان البلاكس عندهم لور اي كيوز عن الوايتس وان ده اوبجكتيف ميجرمنت وادت الى حروب في كلام كتير جدا. انما حروب سياسيه يعني حروب سياسيه بتستعمل سودو ساينس از ا واي اوف ديفندنج الحياه دي. في ماني الترناتيف ثيوريز اوف وات كونستيتيوتس انتليجنس توداي. كاتيل هورن وكارول السي اتش سي is one of the most prevalent today. واساسا في اعتراف عام بين العلماء ان there are many 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 things that contribute to intelligence and therefore the idea of reducing it to a single index number is not necessarily a good idea to study social sciences. You need to بالعكس نحب نخش في التفاصيل زياده مش احنا نحاول to collapse كل حاجه to simplify them into a single number. جينا على البوفرتي اندكس ووريتكم ازاي الفوستر جرير توربك اندكس ممكن ان هو يبقى الاماونت اوف بوفرتي اللي احنا بنسميه الهيد كاونت اندكس هاو ماني بيبل ار بيلو ا بوفرتي لاين او يبقى الدبث اوف بوفرتي هاو فار بيلو ذا بوفرتي لاين بيبل ار هاو ماني بيبل ذير ار والسيفيريتي اوف بوفرتي اللي هي اكستريم بوفرتي لانها اسوشيتد مع المالنوتريشن اند هانجر. وقلنا ان ده برضو مش كفايه عشان الانيكواليتي از ان امبورتنت ميجر مش بس الانديفيديوال ميجرز. واتكلمنا على الجيني كوفيشنتس از وان اوف ذا ميجرز ذات ار بوسيبل وقلت لكم على امارتيا سين وجيمس فوستر وازاي الاثنين بعد كده كتبوا حاجات سوا. بعد كده سيبنا الاندكس ودخلنا على الكورليشن والكوزاليتي وقلنا ادينا اكزامبل بتاع الكاي سكوير وقلنا statistical test ده التست الوحيد اللي قعدنا حسبناه من الاول للاخر وجبنا المثل بتاع المندليان جينيتكس وقلنا الجرين تو ذا يلو المفروض يبقى 3 جرين تو 1 يلو
وانه لقينا ان الكاي سكوير كان بتعمله الفرق ما بين الاوبزرفد والاكسبكتد ونشوف سكويرز اوف ذا ديستنسز لانه عشان يهمنا ان احنا نعرف الديفيشن مش قد كده الدايركشن بتاعت الديفيشن وبعدين يو ايذر اكسبت اور ريجكت الهايبوثيسز انها ان الديفرنسز الموجوده ار جاست ديو تو تشانس. اتكلمنا بقى على الكورليشن والكوزيشن وقلنا ان في خمس possible explanation. اول واحده ان indeed A may be the cause of B. correlation D, yes, it is indeed a cause. But it could be a reverse causation. And in fact, it is B that is causing A. افتكروا ضربت لكم المثل بتاع الفايرز والفايرمن. وجود عدد كبير من الفايرمن is due to the size of the fire, not the other way around. وبعدين قلنا ان ممكن unknown third factor C هو اللي بيأثر على الاثنين سوا. وضربنا امثله كتيره في الحكايه ده including بتاع الويسكي والميه والمش عارف. على فكره حد سالني قال لي بقى بذمتك ده الكلام؟ قلت له طب انا هقول لك كلام تطبيق لهذه القصه. انا اخترت لك مثل سهل عشان الناس تمشي معايا فيه. انما افرضوا ما دام انتوا بقى في منكم كتير بيشوفوا السي اس اي الحلقات بتاع سي اس اي واللابز وبتاع. لو انت بتعمل انفستيجيشن ولقيت عدد كبير من الناس جالهم فود بويزنج وبعدين دورت على انهم اكلوا في المطعم الفلاني ودورت على what they had common in their food and if you find انهم they had a particular plate in common all of them that's where you would decide that the poison came from. In fact the poison could very well be in the butter that was used in the kitchen to prepare all the dishes and you would not have seen it. لان نورمالي اف يو ار انفستيجيتنج يقول لك ده اخذ خضار مع مش عارف ايه وده اخذ فراخ مع مش عارف ايه وده اخذ لحمه مع مش عارف ايه وده اخذ سلطه مع مش عارف ايه. طب اشمعنى بقى ايه بقى اللي مش عارف ايه؟ دور على حاجه كومن ما بينهم. لما هتلاقي حاجه كومن ما بينهم هتقول هي دي بقى لازم ندور عليها ونحللها. ان ذا كيس اللي انا اديته لك جاست تو ميك ات ايزي قلت لك الميه والفودكا والحاجات. انما هيرز ان اكزامبل ريل لايف اكزامبل وير ات بي فيري ديفيكلت تو سبوت ات. انما ممكن جدا يكون يا جدع بيحط الزبده في في الطبيخ بتاع كله وموجوده في كل الديشز دي وما تبانش. فيعني الاكزامبلز بتاع الهيدن فاريبل دي عايز الواحد يفكر فيها بجد لانها اتس نوت اولويز اوبفيوس. واللي ايفن ليس اوبفيوس لما يكون في تفاعل ما بين الثري فاريبلز. الهيدن مع الاثنين التانيين بيتفاعلوا في انتر اكشن ما بينهم. والفيفث طبعا انها there is no link whatsoever it's just a coincidence. فتو بي ايبل تو ديستنجويش ذيز correlation and causality is a fundamental part of social science. جزء كبير من الاخطاء بتيجي من السوشيال ساينس. لكم طبعا اكستريم كيس بتاع الكوينسيدنس البايرس والجلوبال وورمنج. وبعدين شفنا بقى ان في سبتل كيسز زي حكايه التيتشرز تيتشر بيهيفير وستودنت بيهيفير وهاو ذا انتراكشن وركس. statistics show ان بيحصل مور انتراكشن ما بين الورم تيتشرز والريسبونسيف ستودنتس. But actually, if you look at the study, it's not clear which direct what caused what. يعني to establish that, you need more work than that. فدي it was so important that we مشينا عليه و concluded every causation always has a strong correlation, but not all strong correlation is a causation. المهم الحكاية دي الواحد يفتكرها كتيرة جدا. We discussed how you can actually still find a lot of insights from very limited data. اديتكم الاكزامبل بتاع الهيلث ميجرد باي لايف اكسبكتنسي اجينست انكم وازاي جاست باي بلوتنج كروس كونتري كومباريزنز وذاوت ان الواحد يقع في مشكله يونج هيسبانكس جروينج اولد تو بيكم ريتايرد جويش نيويوركرز في فلوريدا. لا ان فاكت انه يو كان ديرايف ا لوت اباوت ذا امباكت اوف بوليسي الفاريشنز بتاعتها جاست فروم graphing and thinking about the issue, thinking about the issue, thinking about the data. وبعدين قلنا probability and statistics. وفي probability and statistics طبعا قابلنا شخصيات زي باسكال وفيرما وفيشر وحاجات كده. وجاوس. والجاوسيان ديستريبيوشن اللي اظن بقى ايه لازم نكون حفظناها completely.
plus or minus one standard deviation is a day, two-thirds. Plus or minus two is 95. Plus or minus 3.7. That stays the same no matter what the standard deviation is and what the mean is. تحط المين على النص وعامل الكيرف بتاعتك هتلاقي العملية دي موجودة على طول. بصينا في الثري كوين بروبلم وعرفنا انه we list its easiest part is list all possible outcomes, look at all the possible ways in which the desired outcome could come, تقسم ده على ده يبقى ده probability of being able to get that outcome. وشفناه في الثري كوينز بروبلم في لو نجيب ثلاثة هيدز او نجيب تو هيدز وان تيل والوان ايث والثري ايث. We looked at the birthday problem. Well, birthday problem fundamentally is related to the issue of replacement and specificity. بس معلش بلاش الكلام المكلكع. الجارجون المكلكع ده مش مهم. والمهم الفكره ان احنا عرفناه ان surprisingly actually only 23 people are needed to get more than 50%, and 57 people you get more than 99%. بعد كده يبقى more than 99%. ولما كده جربنا هنا لقينا عندنا 10 pairs. I thought we would get 3, 4, 5 pairs. انما انها طلعت 10 pairs عندنا was a lot. انما you will always find that ما دام عدد اكثر من 50 واحد for sure you will have more than a match. وبعدين بصينا قلنا ان ال distribution of any large number of independent events, social events, هتبقى tending towards a Gaussian distribution. Tending towards doesn't mean انها هتبقى هي بالظبط ورجعنا لها تاني. Having gone كده شوية grounding في ال probability قلنا على ال sample surveys. Samples, why we do sample surveys, عندنا population ما نقدرش ندرسهم كلهم فبناخد a small group اللي هو sample ندرس السامبل نطلع الستاتستيك بتاعه we infer from that if this job was done right we infer from that in the characteristic بتاع total population اللي هو بنسميه parameter is comparable to the sample statistic within a certain margin of error at a certain level of confidence. All transitions can be abrupt for discrete values or can be continuous. وديتكم المثل ده وديتكم ال students leaving the school, the social science example اتكلمنا عليه. وبعدين بصينا على الفرق ما بين ال sampling method اللي ممكن تأثر اللي تخليني اقدر اعمل inference towards the population again. To do that the sampling method becomes very important. Bad surveys make for bad estimates. وبصينا على front runners في ال Egyptian election وبصينا على after the first round and we observed انه ال estimates بتاعتنا ما كانتش مظبوطة we are not the only one وقصة Dewey وTruman is still there. When the sampling methods في non-probability samples or probability samples. From which one you can generalize? Only probability samples will allow you to generalize. Non-probability samples are useful, but you have to be very careful how you generalize. ولكن I also told you توقعوا ان جزء كبير جدا 70 او 80% من شغلكم هيبقى في non-probability samples. هيبقى convenience samples. هيبقى في samples في حاجات تانية. واتكلمنا على السامبلز اون فولنتري سامبل ناس بتتطوع انها تملى كويستيونير كونفينينس سامبل ناس ار ايزي تو ريتش يعني ممكن انا ابعت للستاف كله انهم يردوا كويستيونير اللي هيرد منهم فولنتري ذاتس ايه فولنتري سامبل لو انا قلت طيب احنا كلنا هنا موجودين في حته واحده نقفل الباب بقى ونوزع على كل واحد ورقه ونلمها بسرعه وكل واحد يملى ورقه ويديها لنا that's a convenience لان ليه احنا موجودين هنا بقى مش هنقعد ندور على مين فين ومين يجي منين وبتاع ف we do it the other way وقلنا بس ان sample surveys based on non probability
are not externally valid, generalizability, data, but they can be extremely valuable in and of themselves. The relationship between the target population and survey sample is immeasurable, and potential bias is unknowable. هنا بعد النقطة مهمة أوي. قلتهاش يمكن كويس في الأول هكررها دلوقتي. The issue is not just إنه في أو ما فيش bias في السامبل اللي أنا أخدته. جايز جدا إن الدراسة اللي عملتيها على non probability sample تطلع an estimate، يعني مثلا إن أنا كده رحت عامل سامبل، جبت مجموعة زي دي كده وقعدنا قبل الانتخابات وخدنا سامبل ولقينا 52% فور دكتور محمد مرسي. وجت الانتخابات وطلعت الريزلت 52% فور دكتور محمد مرسي. I could not generalize from the way the sample was made إن ده is the total population. It does not mean that the sample الأولاني ال non probability ده is biased. Does not mean it's good or it's bad for you cannot do it. It is simply unknowable. يعني it could be the case it is perfectly correct إن اللي طلع sample statistic هو فعلا ال population parameter. Could be. Could be not. We don't know. It is unknowable. ليه؟ لأنه ما فيش ال basis بتاع probability framework اللي أنا بشتغل من وراه مش موجود. فبالتالي ما أقدرش أعرف. It could or it could not. It could be representative. It could not be representative. We don't know. نعم. لا مش صدفة، ما حدش قال صدفة، ده بالعكس. When you do accurate surveys, good probability sampling, وأنا مشهور إنهم بيعملوا good probability sampling هناك، بتوصل تقول within a certain margin of error. Within مثلا عملوها ما أعرفش within plus or minus 2% or something like that. عملوها قريب قوي من الإلكشن، فبالتالي الناس اللي كانت لسه ما قررتش ما كانتش uncertain، ما كانش حصل switching كتير ما بين ال last survey وال actual voting. Therefore, it came close to it. But how close it depends on the margin of error. شوف, at the end of the science is about a margin of error plus or minus 2% or 3% will confidence level at the 95% confidence level. That's the science part. إنما unknowable does not necessarily mean إنه ما واحد ممكن بعد كده يقول لي ما طلعت اهي. أخذنا السامبل وكنا 52 والانتخابات طلعت 52. طب it could be, it could have also been something very different. ف it's just unknowable. في بقى judgment samples إن هي you simply include a number of people based on your judgment. و you may decide on justification whether it's representative or not, but I want these particular people in my sample. There's a reason for it, I can say. السنوبول سامبلز ان اقول مثلا دلوقتي اوزع على الدكتوره شيماء اقول لها انت بقى مسؤوله تدوري على الدكتور سامح وتوصلي له كمان هو تجيبيه كمان وهو يروح يجيب اصحابه وهكذا ونشتغل بقى كده سنوبول سامبل. كوتا سامبلز دي ار ديفرنت ان هم ديزايند ديزيجنيتد نمبر اوف بيبل وي سبيسيفايد كاركترستكس. يعني اقول مثلا في المكتبه هنا انا عايز اخد كذا واحد مثلا من قطاع الانجينيرنج، كذا واحد منهم مهندس، وكذا واحد منهم مشرف، وكذا واحد منهم مثلا من العمال المهر او الاوبريتورز، وهاخد من الفنيين، وبعدين عايز من قطاع المكتبات هاخد كذا واحد بيشتغلوا في الريسيرش لايبريز، وكذا واحد بيشتغلوا في الكتالوجينج. دي كوتا سامبلز. وديز اجين ار نون بروبابيلتي سامبلز. والكونفينينس سامبل طبعا السمبلي وات ايفر از كونفينينس. Random samples. Assuming in Nehna we want to generalize to the total population, we should be able to collect probability samples that are representatives. We olna fi stratified sampling, fi cluster sampling. Cluster sampling, stratified sampling, yani fi strata or categories fi al-mujtama.
ريفي مودرن بتاع وبدور في اطار الكلاستر سامبلينج. ان بقول ان انا عندي 200 وحده في المكتبه، فهاخد كل واحده تكون كلاستر فيها عدد من الناس فيها، هعمل راندوم سيلكشن مثلا ما بين ال 200 وحده، طلع لي عدد من الوحدات I will interview الناس اللي جوه الوحدات دول. That's a way of doing cluster sampling. Multi-stage sampling يعني ابتدي في اختيار حاجه. Cluster sample is a form of multi-stage sampling. انت بتعمل stage وتعمل stage تاني. كان ممكن تقول لا انا هدخل الوحده لوحدها، هعمل randomization تاني وبتاع والكلام ده كله. Systematic random sampling زي ما قلت لكم is different. وهو بنستعمل random sample generator، نطلع رقم assuming we have a list of everybody. زي مثلا الجماعه بتوع البيرسونيل عندهم a complete list of all the personnel and we generate a random number. اول random number ده هيطلع اختار لو طلع 7 او طلع 13 او طلع 6 whatever it is، هاخد الرقم ده امشي كده 1 2 3 4 5 6 هاخد ده، وبعد كده كل سادس اسم هاخده. This is known as a systematic random sample. وقلنا لازم الحاجات دي بقى اذا بتحتاج لسامبل فريم selection procedure and then how you collect the data. في possibility of error in constructing the sample frame، او زي ما قال الدكتور خالد احيانا الواحد ما يعرفش السامبل فريم خالص، الابعاد بتاعتها مش معروفه. اديكم امثله في الحاجات ده، هي مثلا الناس اللي بتعمل سامبلز للاسماك في البحار مثلا عشان تعرف البوبوليشن اوف فيش بتاع، طب ما هو ما عندوش كنترول على بوبوليشن ولا عنده سنسس ولا عنده يقدر يعمل حاجه خالص، بيشتغلوا بتكنيكس ثانيه بس يعني اساسا ده في حاجه. فيبقى في بوسيبل ايرور في السامبل فريم، في بوسيبل ايرور في السلكشن بروسيجر، وفي بوسيبل ايررز في الطريقه اللي بناخد بيها المعلومات انكلودينج الست اللي بتقول لي الولد انت بتقرا كتير يا حبيبي طبعا وحاجات زي كده. فيو هاف تو ليرن تو كونستراكت ذات، يو سيلكت ا سامبل and then you go ahead and collect the data. Within the surveys themselves, the structure of the survey, في non-response bias, coverage bias, selection bias. How you select your sample is only one of the issues in doing survey research. The measurement process نفسه في غلط. Response bias ممكن يبقى في leading questions. مش بس الانترفيور. Questions زي ما قلنا مثلا two categories for very satisfied وساتيسفايد وواحده انساتيسفايد، يبقى خلقنا بايس ان ذا ريسبونس ريت اللي هيجي لنا. مش هنقدر نقول لا كذا واحد ساتيسفايد وكذا واحد انساتيسفايد. السوشيال ديزايرابيلتي ما حدش هيعترف على نفسه انه يعني مثلا في المجتمع المصري لو تروح تسال واحد انت بتسكر كم مره في الاسبوع؟ مش هيجاوب. حتى لو هو فعلا زوجي مش هيجاوب. ما هو في social desirability بتخش في ده، ودي بتحتاج ان لو واحد عايز يدور مثلا افرض ان احنا بندور على مشاكل بتاعت المخدرات والسكر والمش عارف ايه، دي مشاكل اجتماعيه وتدرس في دراسات اجتماعيه. انما how you construct your questions you must expect ان الانسرز بتمشي ناحيه social desirability. ما حدش هيرد عليك يقول لك والله انا بتعاطى مخدرات مرتين في الاسبوع ما بيحصلش ما بيحصلش. فاذا الريسيرشرز هاف تو انفير باي ديفرنت ستراكشرز ديفرنت كويشنز. الميثودولوجيز نفسها هاف تو ريكوجنايز مش بس ان النمبر اوف كويشنز تبقى ممكن تبقى ريدنج، انما انه عامه في حاجه اسمها سوشيال ديزايرابيلتي بتاثر على الريسبونسز اللي بتيجي لاي حد. وانا اقدر احكي لكم كده قصه طريفه بعض زملائنا عارفينها اللي اشتغلوا مع دكتور ادري حفني. الكاب اوف تي سيستم زمان برضه زي حكايه سلسل الليان وبتاع، وكنت بحكي لكم الناس تروح للفلاح يقول لك ده بري تيست ولا ده فاينل بقى عشان انا مش عايز اضيع وقتي في بري تيست وحاجات زي كده. لا دكتور قادر يحفني بقى وكان معاه مجموعه وكان يانج ريسيرشر وكانوا بيعملوا فيلد ورك، وراحوا بيسالوا الناس بقى على الجندر دايمنشن اوف تشيلدرن وبتاع، ويقول له بقى انت بالنسبه لمراتك بقى لو جابت ولد قال له الله كل اللي يجيبه ربنا حاجه عال وبتاع ومش عارف ايه. يقول له طيب وبعدين يعني لما يبقى عندك ولاد وبنات ومش عارف ايه؟ قال له والله كل واحد وبنات دول لو حد يقدر يقول عليهم حاجه دي حاجه عظيمه جدا وبتاع.
يكتبوا بقى هم كلهم بياخدوا الريسبونسز المختلفه وراجعين بقى بيقارنوا الحاجات دي مع بعض. ده ايه ده؟ ده الاراء بتاعت الشعب المصري يعني متقدمه جدا وحاجه. فقال ادري بقى سابهم دكتور ادري كان يانج ريسيرشر كده زي ساب راح بالليل في القريه بقى قال اخد شاي بقى قعد مع الناس ياخد شاي. فرحبوا بيه طبعا عرفوه بتاع وكلام من ده وبعدين يتكلموا يقولوا على فكره يعني انا الاجابات بتاعتكم مش عارف ايه. انت بتصدق الكلام ده؟ قال انا قال له يعني بذمتك انت متخيل ان الواحد كده يبقى واقف ومعاه 10 ولاد صبيان بنات اولاده وعزوه كده وقوي زي اللي عنده 10 بنات؟ قال له الله لا. قال له لا 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 انا دلوقتي انا عايز افهم امال يعني. قال لا لا انتوا اصل الصبح انتوا جايين وواضح جدا ان انتوا مش عايزين نكسفكم فاديناكم اديناكم الاجابات اللي انتوا اللي احنا عارفين ان انتوا عايزين تسمعوها وقلناها لكم بس دلوقتي لا حاجه ثانيه. فرجع الدكتور ادري بقى وكان معاهم الاكسبرت بتاع اليونسكو وبتاع اليو ان دي بي وبتاع والباحثين المصريين لهم الحكايه دي ما تنفعش وبتاع وانا رحت خدت فنجان شاي مع الناس وبتاع. فالراجل الاكسبرت اللي كان معاه وقتها قال له This is a very interesting method. We'll have to call it the cup of tea method to get the real answer. لان الانسرز اللي بناخدها بالنهار دي ما تنفعش. فحقيقه فيلد ورك وامبيريكال ورك عايز خبره وعايز جادجمنت وعايز حاجات كتيره مش اتس نوت ميكانيكال ورك. احنا بنتعامل مع بشر في السوشيال ساينسز. ايوه دكتوره امل. احنا ساعات بنتجنب المشكله دي في الكويستشنير زي ما حضرتك بتقول علشان بقى الناس لما نيجي نتكلم معاهم يقول ده انا ما بعملش وانا بصلي الوقت بوقت وانا ما بشربش مخدرات وانا فبنحط الابروتش بتاعنا بيكون اسئله ثانيه خالص في بعد ثاني خالص نوصل بيها للاجابه من غير هو ما يجاوب عليها دايركت. طبعا يعني مثلا معظم المدمنين عندهم مشاكل مثلا نفسيه مشاكل اقتصاديه عنده بندخل له من المشكله دي لغايه لما يوصل هو يقول ان انا ادمنت وبشرب كذا وبشرب كذا. ده يعني حاجات يعني اللي بنستعملها ساعات غير بقى الكاب تي والحاجات لا 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 لما الكاب اوف تي ده الثاني كان دايركت سوشيال ديزايربيلتي. ذيس از ماينر سوشيال ديزايربيلتي حكايه الجندر دايمنشن كومبيرد للمخدرات والحاجات دي. انما حتى اقول لك حاجه بسيطه جدا لو قلت لحد انت بتصلي وتصوم ولا لا بلاش نخش مخدرات حتى دي you will not get a correct answer لان في very strong social pressure ان الناس تجيب بشكل معين. ف as you say دي عايزه ان الريسيرشرز يفكروا في الحاجات دي عشان يعرفوا يردوا عليها ازاي. anyway اتكلمنا على sampling error اللي هو sampling error و sample statistic و ان increasing the sample size reduces the sample error but not the survey bias. لو في بايس في السيرفي زي اللي بنتكلم فيه دلوقتي والتايب اوف كويشنز والسوشيال كويشنز ده مش هيتغير بحجم السامبل. انما سامبلنج ايرور اللي هو بلس اور ماينس 2% ممكن انه يتاثر. واتكلمنا على الوان تيل تيست والتو تيلد تيست. لو الهايبوثيسيس بتاعتي از ذير از نو ديفرنس بتوين ذيس ستاتستكس يبقى وي ار ان تو تيلد تيست. اف ات سيز جريتر ذان bigger than lesser than يبقى one tail. وده بيحتاج ان الواحد يقسم الالفا على اثنين او الايرور تيرم على اثنين. no directionality two tailed directionality one tail. type 1 و type 2 error false positives و false negatives we covered that. standard deviation اتكلمنا فيه defines how spread out the distribution is ولذلك في حاجات معينة لما بنعمل standardized normalized z statistics بتبقى dimensionless بتبقى in units of the standard deviation ان ده is within one standard deviation or within two standard deviations. this is a way of measuring والواحد يوصف الكيرفز كمان. نطلع بقى الحاجات دي ازاي؟ دخلنا في الاكسبيرمنتال والكوازاي اكسبيرمنتال ديزاينز وعشان دي مهمة انا همشيها لكم على طول internal validity و external validity. internal validity is how good is my experimental design to be able to say what I wanted to answer what I wanted to answer. ال external validity how far do these answers apply to other populations.
غير اللي انا مش اه بس you can generalize to specific populations. انا اقدر اقول مثلا ان ده will apply يعني I would expect حاجات زي مثلا كنا بنتكلم في الادمان وفي مش عارف ايه will apply لمدمنين تانيين مش ضروري للpopulation as a whole يعني generalizable. external part implies being able to go beyond the actual measurements that you have. First internal part is how far can you use the measurements that you have produced to answer the question that you have asked at the beginning. في المجموعة دي. والتانية بقى how far you can say based on this I can also say that about A, B, C or the entire population. حسب what it is you're doing. What affects internal validity? اتكلمنا في الهيستوري والماتوريشن والتستنج والانسترومنتيشن والريجريشن including regression towards the mean, selection, mortality, interaction effects ما بين selection وحاجات تانية. External validity هي أساسا كلها interaction effects. Interaction effects of testing وinteraction effects selection وقلت لكم في testing في unobtrusive measures وحاجات زي كده. Reactive arrangements الناس بتبص في الحاجات دي. Treatments مختلفة. It so happens إن أنا بديله الدواء ده إن هو أيضا بياخد دواء تاني. كل الحاجات دي بتحصل الواحد لازم يعرفها. هطلع لكم التيبلز دي رغم انه بروفيسورز كامبل اند ستانلي بيقولوا انهم it is with extreme reluctance that they provided عشان الناس tend to jump to the table انها سهله وما بيقراش كل النيوانسز اللي موجوده في التكست. هم لهم حق على فكره يعني انا شخصيا استعملت التيبلز دي كتير لقيتها كده نايس وفريكونت فكر واحد اتس فيري كويك ايزي ريفرنس بس كويك ايزي ريفرنس داز نوت مين ان الواحد لازم يفهم ايه اللي ورا البلس والماينس وايه اللي ورا الاسف. الجرافس دي كلها بدانا بالوان شوت كيس ستادي وانا يو ريلي كانوت سي اني ثينج اكسبت ذا كيس ستادي. الوان جروب بري تيست بوست تيست وقلنا اتس فيري باد ديزاين في اخطاء كتيره جدا لانه بيفتح اخطاء كتيره including ابسط حاجه هل الايفكت الاوبزرفد از ديو تو ذا بري تيست لان if I give somebody the same test twice usually they will do better on the second time around ف is the pre test itself عنده ايفكت ولا is it the effect of the x. ده من ضمن الحاجات اللي قلنا حاجات ثانيه كتير الهيستوري ماتوريشن كل الحاجات دي كانت فيها مش مظبوطه وبتزود حاجات ثانيه وفي الريجريشن توورز ذا مين اتكلمنا عنه ان هو what it means انه اساسا the person who scored highest this time is not necessarily going to score highest next time. The person who scored lowest this time is not necessarily going to score lowest next time. Does not mean however ان احنا we should arrive at a conclusion ان احنا we are overworking the underachievers or under encouraging the top achievers. This is just a standard relationship. The static group comparison أحسن شوية من ال 0x0 لأن هنا ما عنديش البريتست إيفكت وبعتبر إن ال 2 O's دول comparable but they are not really comparable because they are not randomized. Now we're better. لأن I can measure on the bottom line لو في pretest بوست تيست ايفكت والتوب لاين هقدر اشوف الفاريشن وبقول الاثنين ار كومبيرابل بيزد اون ذا راندمايزيشن. ده بقى الجولد ستاندرد بتاعنا اللي هو السالومون 4 ديزاين بيتعمل في الكلينيكال ترايلز والدبل بلايند وده في الجزئين موجودين. قلت لكم بعد كده ان في نيفتي ليتل ديزاين هو ناخد البوتوم بتاع السيلف السالومون 4 ديزاين لوحده اند واي نوت من غير بريتست خالص. لو انا عايز اعرف الكونديشن بتاعت الناس من غير ما ياخدوا الاكس تريتمنت ما هي هتبان من اللي تحت. ويعني ان ثيوري اتس فيري سترونج يعني ذير از ريلي نو statistical اور probability ريزن تو ريجكت الارجيومنت ده غير ان احنا في السالومون 4 بيبقى عندنا اكسترا كونفيدنس لان اي كان كومبير كل الاوبزرفيشنز دي ولو لقيت الدايركشناليتي از ذا سيم في كل الاكسبكتد في كل الدايركشنز هتزود الكونفيدنس بتاعتي. تايم سيريز قلنا عليه انه ده اتس كويت جود في حاجات كتيره جدا لانه
بفرده من ناحيتين فالكنس الحاجات الضعيفه اللي في السكند ديزاين بتبان وشفنا الاكزامبل بيحصل ايه ذاتس ذا سكند ديزاين وده التايم سيريز ديزاين الايكويفالنت تايم ديزاين سامبلز ده اللي اتكلمنا عنه تيست افري ويك وحاجات زي كده alternating ريل تيستس وذ اذر تيستس نشوف وانه ده از ريبيتد اوبزرفيشن وممكن ندخل عليه الماتيريالز نفسها تتغير كمان وتست الماتيريالز النون ايكويفالنت جروب ديزاين ذيس از لارجلي ا كونفينينس كيس ات داز اد انسايت بات ات از نوت جنراليزابل اند ات از بوتنشلي ويكر عن الديزايرد سامبل انا ما ضربت مثل واي نوت لو احنا بنعمل مثلا بنودي الساينس كلابس في المدارس واي نوت نعمل ديزاين زي ده ناخد بيس لاين للمدارس الاول ونطبق الساينس كلاب في واحده ولسه ما طبقناش في الثانيه ونعمل السكند تيست بعد كده ونشوف الكومباريزون بتاعتهم تبقى شكلها ايه. وبعدين شفنا الاورتاجونال ديزاينز او الكاونتر بالانس ديزاينز وقلنا ان this is good for testing multiple treatments at the same time ووريتكم انها ممكن تغير T's فوق والاكسس جوه او الاكسس فوق والتي جوه التايم جوه الحاجات دي و this is good for testing multiple treatments. ال separate sample pretest وقلت لكم المثل بتاع الثانويه العامه ان يعني انا ممكن اعمل random sample لناس طلبه هيخشوا الثانويه العامه قبل ما يخشوا واعمل لهم تيستينج وبعد ما تفوت الثانويه العامه اعمل راندوم سامبل لناس عدوا الثانويه العامه وبعدين اعمل لهم تيستينج تاني واشوف الريزلتس ما بين الاثنين فالجزء الاولاني اللي اخذ الثانويه العامه ده ما يهمنيش هيحصل له ايه بعد كده انا يهمني المجموعه دي انها هي فعلا دي ريبريزنتيف ودي ريبريزنتيف وفاتوا على الثانويه العامه فهقدر اعمل ايفالويشن اوف ذا تيست بتوين لا O1 و O2 ده تايم هو اي مدام they are on separate lines يبقى different groups ال R simply stands ان هو دول randomized groups فانا خدت الراندوم ده I would say لو انا عملت R واخدت one observation on a randomized group I'm assuming انها represents the whole population وبعدين حصل حاجه طبقت على الهول بوبوليشن ان ذيس كيس كل الطلبه اخذوا الثانويه العامه هروح بعد كده اعمل راندوم سامبل تاني لطلبه نجحوا الثانويه العامه واروح واخد لهم سكند اوبزرفيشن وهقول ان ان فاكت الفيرست جروب والسكند جروب ريبريزنت ذا انتاير بوبوليشن والديفرنس بتوين ذم از ان فاكت ديو تو وات ايفر ات از ام ميجرينج اباوت الثانويه العامه فهنا الحاجات دي بتستعمل وين الاكس ان كويستشن هيتطبق على الجميع لاسباب حكوميه موضوعيه وات ايفر ات از فنقدر استغل فرصه ان هيحصل حاجه للجميع اعمل تيست قبليها وتيست بعديها اختار عينه هنا وعينه هنا وافكر كويس اقدر اطلع يوسفل انفورميشن اقدر استعملها وضربنا الامثله بهذا ولها فارينس بقى 12 اي 12 بي 12 سي هتلاقوا فارينس مختلفه وحاجات اني واي ذيز ار اول سمولر فاريشنز وان عشان نشيل البوست تيست والبري تيست ونقيسها مرتين وحاجات زي كده كل دول بقى موجودين لو عملت الميجر ده هنا هو لو في جروبس ذات ويل نوت جوينج تو تيك ات واقدر اعمل التو اوز دي بقيس بيها الجنرال ايديا اللي بعملها فيها ان في تو بوبوليشنز ذات ار فاندمنتالي ديفرنت البوبوليشن هيتطبق عليها التيست يعني مجموعة طلبة مثلا بياخدوا الثانوية العامة ومجموعة طلبة مش هياخدوا الثانوية العامة ومش هيكملوا في الجامعة وهيروحوا مثلا إما يشتغلوا أو يروحوا صنايع أو يروحوا حاجة تانية. In that case راح هيعمل لهم التيست التحتاني المجموعة اللي تحت والتيست الفوقاني المجموعة اللي فوق and we compare in order to see if there is a difference between them. وانا وي كان اد كنترول جروبس بتاع وطبعا بقى اللي عايز يزود بقى فاريشنز وذين فاريشنز وراندمايزيشنز وذين راندمايزيشنز يعني الحاجات دي مفتوحه وطبعا ده فيري باورفول ديزاين وكنترولز فور ايفري ثينج اندر ذا سن بس يعني برضو محتاج فلوس قطر والسعوديه سوا عشان تعمل ستاديز زي دي يعني. المالتيبل تايم سيريز از بيزيكلي تو تيست حاجات تانيه زي اللي شفناها ده الانستتيوشنال
الباتش اب ديزاين ده مالناش دعوه بيه، قلت لكم انسوه، هيبقى موجود في التيبل اللي انا مش هشيله من التيبل اللي هيجي لكم نمبر 15. ده باتش اب ديزاين كومبليكيتد، انسوه ده مش هنستعمله في حاجه. والريجريشن بقى واز اي فاليوبل سيستم، وبصينا على الريجريشن واتكلمنا في مالتيبل ريجريشن، وده اكستريملي فاليوبل تول بيستعمل في حاجات كتيره جدا. الواحد عنده مالتيبل فاكتورز يقدر يعمل مالتيبل ريجريشن اناليسيس. This is a single linear regression, very simple between two variables. Equation بتاعتها is linear. فدي تساوي a y equals a plus bx. ال b in question is the 5 that's here, intercept بتاع ال 5 when x equals 0. ال a as well is 5 لان ال bx would be تبقى 0 يبقى x would be 0. بس that's very simple يعني slope بتاعها. وبعدين قلت لكم ان الريسيرش ديزاينز دي ار فيري امبورتنت، وضربنا المثل بتاع الهرمون ستدي ازاي ان فاكت البريزيومد اوبزيرفد امبروفمنت ايفكت واز نوت ان امبروفمنت ايفكت، ان فاكت ديتيل ستدي شود ذا ايفكت واز نيجاتيف نوت بوزيتيف، انما ذير واز انذر فاريبل وبصينا فيها ولقينا الانكريس واز ان فاكت ديو تو ان الانكريس ديو تو ذا هرمون ثيرابي واز مور ذان كومبنسيتد باي ذا فاكت ان اللي بياخدوه ار تند تو بي ويلثي بيبل. بعدين نقلنا على الكونسبتشوال مودلز، اتكلمنا على السوشيال تشينج، وبعد السوشيال تشينج بصينا داخل السوشيال تشينج العلبه مثلا بتاعت الكالتشرال اسبيكتس، وهنا كانت ترانزاكشنز، وهنا بصينا على الكالتشرال اسبيكتس وهاو كالتشرال داينامكس اوكير ثري تير موديل. دي كلها كونسبتشوال مودلز. قلت لكم ان الكونسبتشوال مودلز ذيس از وير يو جينيريت هايبوثيسيز وايدياز، يعني العلب دي والاسهم دي كل واحده منهم از سورس ان الواحد يطلع بروبوزلز وهايبوثيسيز فور ستاديز وريسيرش وايدياز اون هاو تو ابلاي ذيس ثينجز. وبصينا للترانزاكشن ثيوري والشغل بتاع كولمان وزملائه فاونديشنز اوف سوشيال ثيوري exchanges، وقلنا زي political parties can be also modeled as exchanges و transactions involving الميديا والإعلام كذلك etc. و cultural transactions. ضربت لكم المثل بتاع تشارلز كوريا والتعدد الآراء وتأثيره في المدن وبتاع والكلام ده كله. واتكلمنا عن tipping points. من tipping points we don't know exactly where they are. That's part of our big problem حاليا. ولا احنا قادرين نقول للجحا امتى الفرع بتاعه هينكسر، ولا قادرين نقول للمجتمع امتى الثوره هتقوم، ولا قادرين نقول على الكلايمت تشينج امتى الكاتاستروفي ويل بي ايريتريفبل. But that's the nature of it. We know that it's there. في الكوانتيتيف مودلز this is first you think, you formulate, then calculate, then you interpret, then you go back and formulate. This is the essential thing to remember. وشفنا enormous problems of accumulation of error اللي ممكن تحصل from very small things. Please remember this from 2% to 100%. يعني it can be very easily done the errors دي. وشفنا ان therefore just creating more and more complex models does not mean ان انت you will get a better result. In fact, after a while you start getting more error. Better data will improve and lower the error term, but still remains subject to the same structure and curve. أديتكم 7 rules بتاعت model building. We learned the hard way about these rules. Steps to building a model: simplify, build the decision model, test the model, you calibrate against history. نبتدي بالديتا بتاع 1950 ونشوف هنبريدكت 1960 ولا لا، ونقارن البريدكشن بالاكشن 1960، وبعدين نظبط البارامترز ونعمل انذر راوند اوف ذا موديل وحاجات زي كده. وبعدين if it works well then you can apply it to other places. Why it is useful؟ لانه انا بعتبر the most useful thing is to the person who builds the model. لان هو اللي بيقعد يقدح في مخه ويعمل فورموليت وكالكوليت وانتربرت ويرجع تاني. الناس اللي بتاخده على الجاهز كده وتيجي تطبقه usually ما بتستفدش، وان فاكت they may be misled. Unless زي ما كنا بنقول unless you actually know what's inside this black box. If you just use it كده as a black box that's not very useful. وقلنا ان لها تطبيقات كثيره جدا عند الجماعه بتوع الفاينانس والاوديترز
financial analysts ومarket researchers وحاجات كتيرة في plant managers كل الحاجات اللي بتستعمل surveys وبتعمل hypotheses وبتعمل testing وبتعمل models وبتعمل regressions كل الحاجات دي بتستعمل in a day-to-day life. It's not just for academic researchers. Why we build complex models? اديتكم الاكزامبل بتاع الصورة اللي احنا شفناها دي واتكلمنا على new ways of modeling وعلى ال ACE modeling اللي هو بيعمل agent based computerized economic models والبيتري ديش ابروتش وبصينا للconventional versus non-conventional computing ودورنا على new ways of dealing with complexity and chaos قلنا ان chaos comes from inability to predict usually because of non-linear feedback loops وضربنا الكيس بتاع لورنس والبيبر بتاعته how minute initial differences result in big differences in the future وبصينا ان in fact despite that this is a chaotic system but we could predict وبوب ماي predicted الباترن بتاع solutions تتواجد ازاي وان search for these new mathematics is very helpful لان احنا our conventional mathematics can help us with the pyramids but not with the clouds وبصينا على المندلبروت set وother sets والفراكتلز والجمال بتاعها وبعدين من الجمال بتاعها جينا where we are right now. لا ده دول اولا دول جزء من الثلاث اهرامات الصغيره اللي ورا هرم من قرع يعني ده الهرم الاكبر اللي ورا ده الهرم الاكبر وده هرم خوفو وده هرم خفرع وده هرم من قرع وده الثلاث اهرامات الصغيره اللي جنب هرم منقرع. اوكي؟ anyway. Now we are where we are. وصلنا عملنا ريكاب لكل اللي فات. يلا وصلنا هنا قبل ما اكمل. This is where we are now. Anybody has any questions على كل ده؟ واو. واو I'm glad الناس كلها كده اما تعبانه جدا او دايجستد كل حاجه وماشيه كويس. ايوه محمد. ولا حاجه خالص. وانت لازم تستفيد منها تطبقها انا بوريك واحد طبق الماثيماتكس دي تو دو ارت. I hope you find the art beautiful بس يعني aside from that اول ناس تبنوا النيو ماثيماتكس اللي طلعت دي كانوا الفنانين لانهم شافوا انهم بيقدروا يطلعوا منها شيبس والوان ملهاش اول من اخر وجميله جدا فهم اللي عملوا يعني اول تطبيقات كثيره جدا والعلماء كانوا ماشيين وراهم mostly in the natural sciences وريتك الابلكيشنز على الايروجن اوف ذس soil, cracking up of the soil, كل الحاجات اللي درسوها بعض العلماء, mixing of the gases, كل الحاجات دي كان examples العلماء بيطبقوا نفس الماثيماتكس. انما المنظر اللي عملوه الفنانين والله هو منظر حلو بس. لا قلت لك الفنانين انا عندي بتاع كده بحطها عندي كمان مجرد تلاقي الباترنز بتطلع دي واحد فنان اللي عملها. واحد من الفنانين لقوا ان انت you can generate very beautiful patterns بانك انت تختار الوان مختلفة وتحطهم in relationship to the parameters of the equations يعني. كله تمام مفيش حد عنده بسنت اوكي ماجدة اوكي كله اوكي عزة كله اوكي طيب. Now I hope قبل بقى ايه دلوقتي depending on your attitude get ready to be either inspired or intimidated. يا هتتعقدوا يا هيجي لكم inspiration. فأولا أنا بس إيه from my perspective as a teacher I want to say and I hope this course made you what? Yeah. أهو هتطلعوا بقى أفكار. شايفين المرة دي زودت بقى زودت كل الأفكار اللي طالعة من عندكم بقى كل الأفكار اللي طالعة من مخكم بلاش اول من اخر دي. اوكي. Now I'm going to show you
how we present our findings to the public, to decision makers, to each other. للأسف, we are all still very conventional. Tables, graphs, equations, pie charts, other graphs. This is what we're used to. Now, since you're all swimming and started flying, get set back to fly with the masters. هوريكم بقى ازاي the best of the best في العالم do this. ف to fly with the master هنبتدي هنا اهو هنروح للجماعة بتوع يا فين الويندوز تاب دي اوكي. This is the work of a guy who's an outstanding fellow called Hans Rosling, Swede. This is about how to present conventional findings in an interesting way. فقال طيب هنبتدي الأول with a person who makes, well anyway the graph will speak for itself here. There are 6 billion people on the planet. Well no, the planet is, no, 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 I went too fast. Mountain represents the number of people at different income levels. Now let's find out a bit more at what's happening in the world. Income is very unequally distributed in the world. It reaches 20%, gets 74%, at least at the time, now they get more. Well, bottom 80% get 26%. Well, poorest 20% get 2% only. فلو احنا عايزين نبص على الفقر في العالم دكتور سامح فايتك انت الكلام يستحق انك انت تشوفه عشان يبين ده قال 38% lived below the poverty line وبعدين حاول بقى ان هو يشوف هنا شايفين السنوات بتتغير ازاي والpoverty rate had fallen 26% but due to population growth the number of the poor was the same. طيب هي بعد كده كمل بعد كده لا برضو the world as a whole is on a track to meet the goal of reducing poverty but هيبقى في مشاكل تاني simulation of the future poverty reduction goal can be met on a global level انما not in other levels large margins of uncertainty شايفين العلماء دايما العلماء دايما لازم يقولوا الايرور تيرمز بتاعتهم والمارجن اوف ايرور وبتاع روح حطها في الجراف بتاعته ازاي عشان ما تفوتش على حد. Review the income distribution for different years we can use the time bar ونشوف السلايدنج تايم بار انما ممكن نعمل حاجه ثانيه طيب احنا ممكن ننقل كده ونقول regional income distribution دي افريكا OECD Latin America East Europe East Asia South Asia دي على فكرة عايزة شغل كتير قوي عشان واحد يطلع الجرافس بشكلها كده يعني انت لما تيجي هنا الناس اللي عندها انكم كده فيهم كذا واحد من South Asia وكذا واحد من East Asia وكذا واحد من كل خط من دول لو تاخدي الخط ده كده متقسم مظبوط شوف طريقه العرض دي ادي الكانتريز اللي هم different regions of the world لا ما فيش طبعا لا OECD countries ما انت عارفه هم مين يعني it's the rich persons club وبعدين هنا بيقول افريقيا ولاتين امريكا حصل بقى ايه Declines, this is how it shifts over time. Let's talk about the distribution of poverty. هرجع تاني وهنقول دلوقتي هنشوف
distribution zooming in on poverty bands. نبص على المجموعة اللي هي البور. البور دي بيشتغل ازاي بقى؟ مين بيشتغل فين وفين هي البور متوزعين ازاي؟ And what's happening؟ شوف هنا بقى السنوات بتتغير اهي فوق. ومع تغيير السنوات بتتغير ازاي؟ The last 38 years changed the face of global poverty. And we expect projection بتاعتنا هيبقى more وافريكا ساب سهران افريكا هي اللي هتبقى فيها. لا ساب سهران افريكا مسلم. احنا داخلين حاليا في دي داخلين مع افريقيا بس هيقسمونا بعدين لوحدنا في الكانتريز هنقدر نقسم من from ourselves on the countries الريجنال ديفرنسز بقى اهي هنقدر نشوف نفسنا بعدين مش في الريجنال ديفرنسز دي بعد كده ما هنعمل كانتري باي كانتري هنشوف هنا بقى جي دي بي بير كابيتا بير يير ده مجموعة ساوث ايجيا الافريج بتاعها is 2740 ايست ايجيا ايسترن يوروب ده على فكرة ردا على اللي سألني السؤال this is purchasing power parity ال OECD وافريكا والارب ستيتس قسمناهم من افريقيا وطلعوا لوحدهم عشان ما تزعليش طلعناهم لك بالحكايه دي you get هنا what a flavor of what we are doing بس لا احنا we can break them up into individual countries you'll see in a moment breaking up into individual countries وده البابل represents a region size is population position is the average yearly income. وادي هنقعد بقى نتكلم child survival which adds a very major dimension. هنا بقى بنبص على conditions of income with child survival. The health is bad and good طبعا obviously. و income is poor and wealthy. Sub-Saharan Africa, only 82 survive beyond their fifth birthday. Well, high income is 99.4. It was lower in all regions. Walakin, in 1975, Africa had a higher average income than East Asia. But still, lower child survival rates. يعني كان اغنى ولكن الهيلث ما كانش كويس. طبعا بعد كده now you see what's happening شو بقى بتتغير ازاي الصوره الخريطه العالميه بتتغير ازاي. Sub Saharan Africa is poorer than 25 years ago with child survival is almost the same. And now we can change the years even to see what happens. لو جينا بعد كده هنشوف الانكم اند هيلث اوف كانتريز اند هنمشي ما بينهم ونشوف how it varies between countries and within regions. But now we're going to look at countries within regions. Very interesting observations by Mauritius و Sierra Leone. Best and worst. South Asia. Explosion Afghanistan و Sri Lanka. طبعا اللارج سيركل ده الهند يعني واضح. Arab States. اليمن والامارات. هنا مصر على فكره. دي مصر ودي المغرب. مصر والمغرب هنا في النص. In 2003. ده الخليجيين. دول هنا East Asia and the Pacific. كمبوديا سنغافور سنغافور طبعا في الانكم وفي كل حاجه سنغافور is the second richest country in the world after قطر انما من حيث الانجازات الثانيه it's extremely high وبعدين yes it is per capita yes of course
بقياسا بالما هو بالبتروليوم وغاز انكم يعني. المهم ان سنغافورة which is way ahead of Europe and the United States does it من غير اي resources just by brain power. هنا Central and Eastern Europe and the CIS ما بين سلوفينيا وتاجيكستان وهنا Latin America and Caribbean هتلاقوا ما بين هايتي وشيلي West and worst. High income OECD, United States is the worst, Sweden is the best. بس هما طبعا فين بقى كلهم الكلاب كله فوق سوا لوحده يعني مش تحت يعني. هتلاقي هنا بقى العمليه الحقيقه is quite. Now this chart بقى shows health and income levels of 166 countries. In 2003, the color represents the regions, where size is the population. فأنا عايزين ننتقل دلوقتي نشوف حاجة الحقيقة very stunning. Child mortality is 100 times different. From 30%, it's a 100-fold difference. And at the same time, the income is 100% different. Average income. It's a world of enormous inequality between Niger and Eritrea, which has the same income. And I showed you كذا جراف قلت لكم خدوا بالكم الدول دي are on the same income but have huge differences. هنا دولة same child survival as Eritrea but with three times the higher income. فالهند فيها مشاكل كبيرة. ازاي اريتريا بتلت الانكم can do as well or as bad in this case يعني as India or India does as bad as Eritrea. لما تيجي تبص على فيتنام which has same income as India has higher child survival rate وSouth Asia has South Africa has three times the economic resources of Vietnam yet child survival is much lower. طبعا South Africa عشان الغالبية السود are treated far less. It's a typical bimodal distribution for South Africa. Malaysia is on the same economic level as South Africa, but a much higher survival rate than South Africa. Or Fadiha in the United States and Malaysia, although the United States has four times more income, they have the same child survival rate. For Malaysia, wasalit. Much better than anybody would have predicted. يعني Singapore or Sweden طبعا are the top performers. Their incomes are lower than that of the US. وقتها كان وقت ما ال statistics دي 2003 دلوقتي سبقوا ال US. ان ال have higher child survival rates. وبعدين هنا وقت لو نظرنا بقى ال point at neighboring bubbles with countries with similar income and child survival rates. إنما ممكن نعمل حاجة تانية ودي is quite intriguing. دي بقى ال pattern of movement and growth how the countries have varied over the last 50 years and how they've moved up and down during this time. East Asia طبعا لما China has moved very considerably over this period. هنا بقى ال patterns differ drastically as you can see the patterns فين China كانت فين وصلت فين كانت فين الصفرة دي بقى الدائرة الصفرة بقت فين وصلت الفترة دي إنجاز ضخم جدا يعني you can get a flavor بتاع الإنجاز. طيب نبص بقى على حاجة تانية. In Egypt 1960 28% of the children died. هنقارن مصر والصين. Okay, the path مختلف. It's very interesting. The development, and now we're looking at income and child, يعني as two indicators of development in this particular case. ده المسار بتاع مصر. Okay. After 86, income grew more slowly, but health improvement continued. وبعدين نبص على الصين بقى.
up to 1980, right? سبقتنا in income وat the edge بتاعنا في ال health by 2003. الصين اللي كانت ورانا هنا خالص حصلتنا رغم عشان محدش يقول لي احنا تعداد كتير في مصر رغم التعداد المهول بتاعهم رفعوا نفسهم كلهم في الانكم وفي الهيلث زي ما انتم شايفين في السنوات المختلفة دي كلها. ال two pathways are different but we reach the conclusion where we are right now. Took different times but ended up at the same level in 2003. طبعا بعد 2003 هم سبقونا بقى دي قضية تانية يعني مش هنتكلم فيها. انما ده statistics كانت لغاية 2003. هنا بقى what is interesting is the path of development itself. وال path of development both on ازاي الصحة اتحسنت وازاي الانكم زاد. يعني they are not the same path وما هيش ماشية في single pathway يعني. China and Vietnam were on the same level in 84 ولكن الانكم ليفلز بتاعتهم اتغيرت خالص. فChina had a faster economic growth but Vietnam had a faster health improvement. This is where social policies are extremely important. جنب China بعد كده ركزت على الايكونوميك جروث وجاء بعضه على حساب الهيلث. 40 years ago Bangladesh and India had the same health and income of Afghanistan. What route did they take? لغاية 1980 وبعدين accelerated but in different directions. Bangladesh زودت على الهيلث وأقل في الانكم. Now we can select different countries and see different years of the pathways بتاعتهم انما اساسا يعني gives you an idea what we do. دي بقى is very important. داخل البلد الواحدة زي مصر مثلا what is the difference؟ داخل البلد الواحدة، احنا كنا دلوقتي بنقارن ما بين دول وبعضها. فهنبص هنا هنلاقي ادي مثلا بنجلاديش. اوكي بنقول الافرج بتاعهم كذا في الانكم وكذا في الانفنت مورتاليتي. How many people in Bangladesh actually experience these average levels؟20% richest و 20% poorest ادي الرينج بتاعته. But we can do better. They, زي Eritrea and Egypt. يعني 20% richest بتوع بنجلاديش عندهم نفس ال indicators بتاعت مصر. أنا ممكن نوزعهم على ال 5 quintiles 20 20 20% يبقى التوزيع هيبقى كده. طب تعالوا نعمل دول تانية بقى بالشكل ده كمان. أدي إنديا نوزعها. وأدي هنا ناخد بيرو. بيروبا is a very bad case. الفرق ما بين the richest or poorest they actually go from Eritrea to Hungary. الفرق the richest 20% في بيرو are comparable to Hungary. وال poorest 20% are comparable to Eritrea. فدي بتبين ال statistics بتاعتنا how to speak about them. The chances to survive is much higher, طبعا, if you're born rich. Guatemala, range بتاع الـ5 بتوعها. South Africa, طبعا, South Africa, we expect إن الرينج يبقى مختلف أوي. من الـ United States, مع الـ income level of the United States, الـ achievements بتاعت فيتنام, ولكن فيتنام نفسها طبعا عندها have a higher survival rate than the average of South Africa رغم انها افقر بكتير جدا. ده دليل ان احنا you can do different things. Namibia is a very difficult case. It's the worst case we have here. It goes from Japan to Sierra Leone. Top 20% في Namibia comparable to Japan وال bottom 20% is comparable to Sierra Leone which is يعني the bottom of the barrel في UN. اليابان is the best of everything. لا مش كبير مش كبير. اليابان is not very big.
في بقى examples كتيرة تانية، إنما هجيب لكم one more to go. Child death, the cumulative human cost of the missed targets بتاعت ال UN. إن إحنا we decided إن there were 13 million children died every year. The number was falling, but not falling fast enough. فجينا سنة 2000 عملنا الميلينيوم ديفلوبمنت جولز وقلنا عايزين نخفض المورتاليتي تو هاف. تفتكروا الحكاية دي. The UN decreased child death rate of 90 by two-thirds, child death rate, إنما ال poverty بالنص والchild death rate by two-thirds. فthat would mean إن إحنا في 2015 عايزين نبقى one-third. شايفين طريقة العد يا جماعة؟ The reduction should follow this line. But the decrease of death, the actual, ما كانش كده. لما عمل 2003 statistics دي is 2 million dead children هنا above what should have been achieved. وإذا كملنا كده ال chances are as he says إن the goal will not be met and in fact the current trend هيودينا to a much higher rate and that higher rate he calculates is equal to 42 million dead children that should have been saved if we had been able to adopt proper policies or targets. والناس التزمت بالقرارات اللي اخذتها. ولما واحد يقول اصل لازم صناع قرار، صناع قرار ايه؟ انت عندك كل زعماء العالم اجتمعوا سنة 2000 والتزموا كتابة رؤساء الدول كلها على مجموعة من الاهداف الميلينيوم ديفلوبمنت جولز. هتاخد اعلى من كده صناع قرار منين بقى؟ كل رؤساء الدول التزموا بالميلينيوم ديفلوبمنت جولز. وير نوت ميتنج ات. فهنعمل فيه ايه؟ ده حاجة تانية. دلوقتي احنا نقدر this is quite nifty لان ده بيسمح لنا ان احنا ندور 2009 كان بيبين لنا ان احنا we can check هنا life expectancy والانكم هنا مكتوب عليه اهو زي ما انت شايف purchasing power parity inflation adjusted. فاحنا ممكن نعمل كده. ده هنمشي من 1800 هنشوف اللونج ران اللي بيحصل للدول المختلفه ايه. طبعا في بعضها بيطلع وينزل قدامه حروب وقدامه حاجات كتير قوي. لا ما دول بيحسنوا نفسهم. خدي بالك هو بياخد annual statistics ف they are moving up. في ناس بقى بتنزل اللي على فكره خدوا بالكم يا جماعه السقوط الفظيع اللي بان ده الحرب العالميه الاولى والحرب العالميه الثانيه. ما هو هتلاقي المورتاليتي الفظيعه اللي زادت في الحته دي. ادي وهنا ده الجيوغرافيك ريجنز تقريبا ان كويستشنز. طيب دلوقتي عايزين هوريكم مصر. نشوف مصر عملت ايه. وهنعمل تريلز. اوكي هنشوف تاريخ مصر من 1880. على فكره هو ما فيش احصاءات ل 1880 فهم هيعملوا استيميت هيخليه ماشي فلات. و 1940 عندهم تقريبا انذر استيميت وبعدين من 51 هيبتدي بقى سنويا يبان الاستيميت بتاعه. فاحنا دلوقتي ماشي ده 1800 بس هو اساسا ما بيعملش فروقات فيه غير في الانكم. عمل شويه فروقات في الانكم انما اساسا هو ماشي فلات. مش ان هو كان فعلا ماشي فلات ما عندوش احصاءات على اللايف اكسبكتنسي انما عنده احصاءات على الانكم. لا ما اشترطش لان الفتره دي لسه عامه التحسن في الصحه ما كانش كبير قوي. جت بعدين. هنا بقى من الحرب العالميه الثانيه وبعدين يبتدي يبان المسار بتاع مصر في السنوات اللي جت لغاية 2009 في اللايف اكسبكتنسي تحسنت قد ايه. وورانا بقية الدول المختلفة. ادي اليونايتد ستيتس
ادي تشاينا ادي انديا وادي يعني احنا دلوقتي ممكن نعمل ايه؟ ناخد مثلا عشان نقارن معانا ناخد تشاينا برضو ودلوقتي هنعمل تريلز ونعمل بلاي بوس تشاينا تشاينا هتلاقيها تتراجع جدا ايام الحروب اللي حصلت في القرن التاسع عشر شايفين القرن التاسع عشر تشاينا تراجعت وزادت تاني وبعدين هتتغير الصوره بقى في القرن العشرين لما هنوصل 1940 في مصر ما بين 40 و51 نفس الستاتستكس اللخبطه دي الجريت ليب فورورد والكالتشر ريفولوشن والحاجات اللي حصلت في الصين دي ركزوا وسبقوا الناس كلها طبعا ذيس از ا لوج سكيل خدوا بالكم ان السكيل بتاع الانكم از ا لوج سكيل ذيس از ا سمبل سكيل وده لوج سكيل يعني ده 200 دولار 400 دولار 1000 دولار هنا وبعدين 2000 دولار 4000 10000 20000 40000 فيعني مش هنا ماشيين كل دي كل واحده خمس سنين هنا الانكم زي ما انتم شايفين متقسم كده ده لوج سكيل ليه عشان يقدر يفرد الجراف بتاعه يقوم يبان كويس فالحقيقه يعني يو كان سي قد ايه الماسترز دول يعني ذيز ار ريلي وات اي ترايد تو شو يو ازاي السوشيال ستاتستكس كان بي بروت تو لايف وازاي البرزنتيشن كان بي دان ذيس از ذا ورك اوف ذا ماسترز they invested an enormous amount of time Hans Rosling ده الشغل ده في السويد beautiful work الحقيقه ف I hope it inspires you I think يعني you will agree with me that it was just great now that you've had all your skills طبعا بقى shall go and do quantitative research and present your findings as beautifully as what you have just seen هتعمله احسن منه كمان وبعدين ان so you can go and soar like eagles مش بس fly soar like eagles ومش بس كده now بقى comes your assignment remember before I give your assignment مش بس to present it beautifully even when it's not presented beautifully quantitative social science research can change the world وهديكوا مثال واحد اخير race education and the USA Professor Coleman كتب تقرير مهم قوي سنة 66 he was commissioned by Congress طبعا القضية الزنوج والبيض في أمريكا is a very well known problem وال discrimination ضد السود كان very well known problem فترتب على كده انه كان في تصور والليبراليين تصوروا بالذات انه طيب مشكلة المدارس اللي زي الزفت بتاع السود اللي عايشين في حتة منيلة فاحنا ايه نصلح المدارس بتاعتهم وهم بعد كده لما يتعلموا كويس في المدارس هيبقوا انتجريتنج الامريكان سوسايتي زي ما حصل مع الايرش والايتاليانز والمش عارف ايه قبليهم اللي برضو دخلوا كده من البوتم اوف ذا بارل وبعدين اتعلموا ودخلوا في المين ستريم بتاع امريكا والتقرير طلبوا الكونجرس على الايكواليتي اوف ايديوكيشنال اوبورتيونيتي فبروفيسور جيمس كولمان الله يرحمه بقى از جريت جريت سوسيولوجيست رأس الفريق وعملوا دراسة لمدة سنتين وطلعوا تقرير عرف بعد كده هو اسمه تقرير Equality of Education Opportunity إنما يعني generally known as the Coleman Report يعني التقرير ده حطم الفكر الليبرالي completely في أمريكا عمل 650,000 كيس يعني إذا السامبل بتاعه كان ضخم جدا very well studied قد كده كان كونتروفيرشال وكان مضايق الناس بشكل انه حاولوا بشتى الوسائل انهم يلاقوا اخطاء في الميثودولوجي. هنا بقى الكلام بتاعنا بقى احنا ده الكلام بتاع الكوانتيتيف تكنيكس ان سوشيال ساينسز. Nobody was able to shake the solidity بتاعت the findings of the Coleman report. What did the Coleman report say?
هو اساسا ليه حطم الدنيا كلها بالشكل ده؟ لانه قال والله يا جماعه السكول فاريبلز، بمعنى مستوى التعليم بتاع المدرسين نفسهم، the degree of teacher training، مستوى البرنسبل بتاع المدرسه، class size، نوع الكوريكولم، type of equipment الموجوده في اللابس، في حوش يلعبوا فيه ولا لا، في كل الحاجات السكول فاريبلز دي account only for 30% of the variation in output performance of the students. يعني مهما عملته في المدارس 70% of the performance is not covered. ليه؟ لانه you have to go to the issue بتاع segregation in the housing، على conditions of the housing، على alcoholic fathers، على drug addicted mothers، على الاجرام اللي موجود والناس اللي بتضرب بالرصاص في الاحياء بتاعتهم. طبعا يعني in a sense we would say today we would say it's obvious. الطفل اللي هيطلع من المدرسه مهما كانت كويسه ورايح بيت في وسط ضرب الرصاص واجرام وبتاع وبروكن فاميلي ومش عارف ايه، هيذاكر منين وهيعمل كده؟ يعني as expected he is not going to perform that well in class no matter شكل الكلاس ايه والحاجات دي. فدي عملت ضجه كبيره جدا لانها يعني بيزيكلي قالت الحكومه الامريكيه والليبراليين اللي كانوا عايزين يعالجوا القضيه دي، لا، عشان تعالج القضيه دي لازم تحل المشكله من جذرها. لازم ترجع للسيجريجيشن في الهاوزنج والكونديشن بتاعت البوفرتي والكونديشن بتاعت الاجرام والكونديشن، كل دول لهم دخل. وبيكوز ات واز فيري ويل دان كوانتيتيفلي واز ايفن ايبل تو استيميت الكونتريبيوشن بتاعت الفاكتورز المختلفه دي، وقال ان 70% من الفاريابيلتي از اكسبلين باي ذيز نون سكول فاريبلز، ومهما عملته في السكولز حتى لو زودت حسنت 10% 20% هتزود في 3% 2% 4%، فالكونديشن اللي انتم شايفينها دي مش هتتحسن unless you solve the fundamental problems. وده بقى ادى لبرامج كثيره جدا، موديل سيتيز وغيرها وغيرها، في الحاجات دي كلها مش هنتكلم فيها. انما اساسا what I wanted to get at، ان طبعا حصل بقى debates كبيره جدا زي debates بتاعت البيل وورز دلوقتي، والايشيو اوف inequality واديوكيشن اوبورتيونيتي والايكواليتي بتاعتها، وجي جولد وغيره اللي كتبوا على الميس ميجر والحاجات دي كلها. The reason I want to say in a well done quantitative analysis in the social sciences can lead to major changes in policy. بس دي لازم تبقى well done، لان دايما هيبقى في اعداء لاي موقف، في ناس بتدافع عن الموقف الحالي، وابسط حاجه انهم يسخفوا الشغل او يلاقوا اخطاء فيه. In the case of Coleman they couldn't do it. Had a major impact. So now, your studies could one day have a major impact here in Mosul. Why not? Then a center of development studies, center of social peace, center of democracy, and then a center بندرس nutrition وفي المدارس وحاجات زي كده، في حاجات كتيرة جدا نقدر، why not؟ ممكن يبقى عندنا impact. So whether it's through modeling or surveys or experimental designs to test new treatments, اسألوا نفسكم بقى what could you do to make this a better world. And now therefore each group shall prepare a study proposal and submit it within 1 week. Give you كده each group كده تلموا على بعض groups صغيرة، دكتور مجدي والجماعة بتوعه هيساعدوكم ب one person per group، يقعدوا معاهم وتساعدوهم وتعملوا proposal، وقالوا لنا proposal و proposal best studies proposal we will fund them and make sure that they get done. Now you two, can you produce international publication level studies? International standard. لازم international standard. How do you do this? Let me tell you how you do this. First, you must ask yourself, what is it you want to study? Education, health, nutrition, social issues, political affiliation, NGO participation, income distribution. Topics مالهاش حدود what we can study. Where? Location. Will scale both in space and time.
محمد مين عايز يبص على الاسكان. What kind of scan? Scale and time. فين؟ Why? Why دي على فكرة is not that easy. Why? Because لا. What is the purpose of the study? To establish certain facts that are unknown? To explain facts that are known but reasons بتاعتها are not well understood, لأن في hidden factor وراها ما هوش زي الناس متصور لها. To refute تصور سائد وأقول لا أنا عايز أعمل تيست على هذا التصور السائد and find something else. ثم for whom is this targeted? For the decision maker ولا just colleagues and scientists? After you have that, you also have تسأل نفسك how الميثودولوجي. هنعمل survey, هنعمل experimental design, هنعمل regression على existing data موجودة في من التعبئة والإحصاء, هنعمل إيه يعني بالظبط؟ الميثودولوجي هتبقى إيه؟ And then you have to quantify that into how much money, time, detail do you want to go into. Every يعني ممكن تعمل study نسبيا بسيطة. أنا بستعمل على فكرة مثلا كل الشغل بتاع اللي وريته لكم ده بتاع هانس روسلين السبكتاكيولر ورك ده ما فيهوش نيو داتا. ده اخذ تقارير الامم المتحده. He just showed a different way of presenting well established materials. فالسؤال هنا بقى انت how much effort you want to do, how much you're going to use existing data, how much new data you're going to generate yourself. كل دي اسئله لازم تجاب على حسب what you want to do as a study. When do you want to start and how long will it take? When will it end? It's important. But then how are you going to present your findings in terms of writing a book, a report, an article, a presentation at a seminar? But then you have to ask yourself a very nasty question. Some of my friends know. Always ask yourself this question. The so what question. طب وبعد ما تعمل كل ده يعني وبعدين so what؟ يعني لو حد قال لي مثلا طيب ما هو زي ما انت شفتوا الجرافس دي كلها generally speaking richer people are healthier than poorer people. طب ما احنا we know that. بس you wouldn't know necessarily in the range في مصر مثلا ما بين التوب 20 والبوتم 20 covers من اريتريا the OECD countries, مثلا يعني. Is that the range or I don't know whether it's the range or not. I don't know. أنا بس بقول مثلا وقتها تبقى في إضافة. So what؟ يبقى في إضافة. So what؟ بنتكلم هنا على الـ impact of income distribution على a social problem, which is not the same as saying I have found a relationship between income and health. Well, we know in generally speaking a relationship is in that direction. بس اللي جواه بقى ممكن يبقى في حاجات كتيرة بتتقال. وبعدين what are the steps for the study اللي هتعملوها. Objectives or hypotheses. What are the objectives of the study or the questions to be answered. أنا اديتكم مجموعة منها. And what is the population to which the investigators intend to refer their findings. هل مثلا لو عملنا التست بتاع الساينس كلابز Are we simply talking about المدارس في اسكندرية ولا هنتكلم على المدارس في مصر؟ What do I need to do differently if I'm going to argue the two? Or I could say لا أنا ببص بس في المدرسة اللي أنا بطبق فيها البرنامج بتاعي ماليش دعوة. يعني you have to think about what is the population that you intend to refer to. A research design. Is the study a planned experiment؟ يعني هنطلع primary data هنطلع منها داتا هنحللها وهنبقى في اضافه جبناها بالنيو سيرفيز بتاعتنا اللي هنطبقها والكيستشنيرات والبتاع وزي الدكتور ادري حفني والناس اللي كانت بتروح تعمل الاكتشوال كيستشنيرز في الفيلد ولا هنستعمل اكزيستنج داتا اور از ات ان اناليسيس اوف ريكوردز اللي هي سكندري داتا اسيومنج ان احنا هنشتغل بسامبلز هاو از ذا سامبل تو بي سيلكتد. Are there possible sources of selection which would make the sample atypical or non-representative? لازم أعرف الحاجات دي كلها. What provision is to be made to deal with this bias? What is the nature of the control groups? لو في control groups. The standard of comparison. The cost of the experiment.
اصل جزء من الحكايه زي ما قلت لكم ما فيش بيرفكت ديزاينز، لانه في حاجات معينه. طب واي شود اي سبيند اول ذيس ماني بس عشان اعمل كنترول على حاجه؟ ان ذا اند الحته دي مش هتفرق كتير في الكونكلوجن عايز اوصل له. ريسيرش ديزاين اور ستاتستيكال موديلنج مينز ثينكينج فيرست ريفليكشنز بيفور اكشنز. جريش تعمل حاجه فكر ووصل لنتيجه. Observations are there a clear definition of the variables, including classifications, measurements, what kind of measurements or counting techniques are going to be used. الoutcomes هتبقى شكلها ايه؟ هتبقى categorical data ولا integral data ولا ratio scales ولا ايه؟ المeasurement consistent for the subjects being studied. Are there possible biases in measurement? What provisions must be made to deal with such biases? And are the observations reliable and replicable in order to defend your findings? To defend them scientifically, يعني you have to defend them مش politically, scientifically. Analysis and conclusion. هل الداتا is sufficient and worthy of statistical analysis? لو عملت 10 حالات لا مش هتقدر تعمل statistical analysis على 10 حالات. If so, are the necessary conditions of the methods of statistical analysis appropriate to the source and nature of the data? ما ينفعش ان استعمل certain types of statistical techniques if the data فيها collinearity وكلام كتير كنا بنتكلم فيه، في حاجات كتير لازم تعرف دي. Which conclusions are justifiable by the findings and which are not? Are the conclusions relevant to the questions posed at the start of the study? ممكن توصل لconclusions like برضه so what يعني بس it's not very relevant. ف presenting the findings طبعا انا وريتكم دلوقتي the master of the masters اللي هو انسلوسيما that's presented clearly objectively. مش هنطلب الفاينل presentation زي الجماعه دول بس هنطلب ان الفايندنجز بتاعتنا تبقى presented زي ما كنا بنقول دلوقتي plus or minus 3% of the 95 confidence level is a way of presenting a finding in a scientific manner provided ان الاناليسيس is compatible معاها. We can say this is something I can send for publication. It has to be insufficient but non-technical terms. عايز اعلمكم ان الواحد يفكر ويقدر يتكلم with minimal jargon. I have tried throughout this course دي 10 محاضرة بنتكلم فيها ثالث يوم و10 محاضرة ان اتفادى استعمال الجارجن في الكلام لان الجارجن ده ما بيوصلش معلومه لحد وبيعمل obfuscation اكتر منه بيعمل precision. انما it's important in certain places for precision. You have to present it in non-technical terms and sufficient detail to enable a decision maker لو بتشتغلوا داخل المكتبه يبقى a manager to understand and judge these for themselves. How do you do that? Are the findings internally consistent? Do the numbers add up properly? Can the different results be reconciled? And so what? هيرجع تاني هنا. What is the significance of your findings? The final summary presentation ممكن تبقى ولازم تبقى عارفين بقى هنقدمها ازاي والمين. مش هقدم تقرير قد كده المفروض المانجر، لا هيبقى فيه summary and conclusions. الفكره من اصعب الحاجات واهم الحاجات ازاي الواحد يكتب السمري اند كونكلوجنز. It is not easy to do. الفورمات اوف ذا برزنتيشنز مور ذان وان از بوسيبل. ممكن تطلع كتاب، ممكن تطلع ارتكل، تطلع باوربوينت برزنتيشن، تكنيكال ريبورت، ببليكيشن ان ساينتفك جورنال. وان ادريسنج ديسيجن ميكرز يو شود ميك شور ذات يور فايندينجز اند ريكومنديشنز are clearly put, otherwise you will have wasted time, money for nothing. لو احنا عايزين ناخد نتيجة الدراسة دي ونبعتها لرئاسة الجمهورية أو رئيس الوزارة أو حاجة نقول له والله احنا عملنا دراسة تستحق إن أنت تعمل أو وزير، لو المسألة مش واضحة ومختصرة it will not be acted upon. هو طبعا ممكن تبقى واضحة ومختصرة وبرضه not acted upon بس دي بس الحتة دي حاجة تانية، إنما at least يعني there is a chance انها تبقى acted upon لو الناس are relevant. فهنا بقى with that this is what you should do وانا هوزع عليكم المساله دي. بس حنان منير الحقيقه طلبت مني طلب وانا اظن هستجيب اليه
وقالت لي I'm being unreasonable ان احط 1 week فهنخليها 2 weeks ده عشان خاطر حنان 2 weeks عشان حنان قعدت تقول لي 1 week دي ادي الناس فرصه وانت لسه هتوزع عليهم التيبلز والماتيريالز والبتاع فنديهم ان اكسترا ويك لا 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 ده بروبوزل بس ده احنا لسه لازم نقيم البروبوزلز وبعد ما نقيم البروبوزلز هنقدر نقول مين اللي هيشتغل ومين ما يشتغلش وبعدين خدوا بالكم خدوا بالكم يا جماعه استنى استنى خدوا بالكم ما يشترطش ان البروبوزل هيبقى ابروفد يس اور نو ممكن جدا يبقى في اخذ وعطاء ونعمل دوره واثنين وثلاثه وريفاين البروبوزل لغايه ما نوصل لبروبر اجريد ريسيرش توبيك وميثودولوجي ونشوف ذا وانز ذات وي ويل فاند هندي فاندنج للناس انهم يطبقوه والحاجات اللي مش هندي للناس فاندنج انهم يطبقوه فعشان خاطر حنان هتبتدي يا حنان تجمعي 2 ويكس فروم ساندي يعني من يوم الحد اللي جاي ده مش اللي بعديه اللي بعد بعديه ده بقى اللي تجمعي فيه الماتيريالز وتلميه وتحضري البروبوزلز وكل البروبوزل تبقى موجود ذات جيفز يو تايم ان تكونوا نفسكم فرق كل فرقه عمل دكتور ناجي الجماعه بتوعك يدوا السبورت عايزين ناس تبقى موجوده مع ناس مختلفه وبعدين ان شاء الله دكتور خالد حسن هنبقى نعمل دكتور ايمن هنعمل هيلب ديسك للناس عشان تسار اللي عنده مشاكل نرجع له وبتاع فده هيبقى 2 ويكس فروم ساندي 2 ويكس ناو 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 اوكي 2 ويكس فروم ساندي فيرست كات اوف ذا بروبوزلز تيمز متكونه ويتش تيم از جوينج تو دو وات وير تبتدي تروح الحاجات دي عند حنان هكون فريق عمل هنراجع الحاجات دي سوا هناخد الحاجات اللي عايزه اجابات هيبقى غالبا مش هيبقى فيه يس نو كده على طول هيبقى فيه اخذ وعطاء مع ناس كتير في حاجات كتيره وهنشوف هنعمل ايه. هيبقى فيه كل الكلام ده كل الكلام ده موجود على الويب سايت مش كده يا دكتور مجدي؟ كل المحاضرات دي موجوده على الويب سايت من اولها لاخرها. كل اللي انت شفتيه ده موجود على الويب سايت بتاعنا. فهنا بقى يا جماعه يا جماعة بليز 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 خلينا مع بعض ساوند ديفلوبمنت بوليسيز احنا شفنا بعض الريزلتس في الجرافس بتاعت هانس روسلينج دي الجاب مايند they need thoughtful social research inputs ف we really have to do our contribution to that in a time of remarkable dynamic change volatility instability there may be new tools وممكن بعضكم يفكر انه عايز يستعمل نيو تولز ما اتعملتش قبل كده ما حدش استعملها قبل كده واي نوت وان حاليا الناتشرال والسوشيال ساينتستس عندنا في الدول الناميه انهم they're confronting these very big problems at a faster pace عن الدول الثانيه they must master these techniques عشان نبقى part of it انتوا هنا في المكتبه زي المكتبه في فروع ثانيه you have to rise to this challenge ولازم ان احنا نتصدى ونبقى في مقدمة الناس اللي بتشتغل في social sciences في مصر وفي المنطقة العربية كلها. Now, it's not just a matter of publishing the learned papers إن شاء الله which we intend to publish. It is really incubating a revolution in the way of thinking about the social sciences عندنا في الدول بتاعتنا. وانتوا المقدمة بتاعت incubating a revolution دي. I know that this is very challenging, but I have confidence in you. You may be small, the competition may be big, but I know you will surprise the world. Thank you for taking this course.
انا بسيف بعمل سيفنج لانك انت عملت لا وفي لكشر